عايز اروح لسلام في الغيط. سلام في الغيط ورياكشنك، ومعلش لو نرجع تاني كده نجيب الجزء من المشهد. بتعمل ايه في الغيط؟ الطاقيه اللي انت لابسها، الجلابيه يا راجل اللي انت لابسها، وحافي ورجله كان عمال يدعكها في الطين، ودراعه كله طين. فهنشوف ده عشت الطين ده ازاي. عشت ده ازاي يعني؟ انا عايز اقول لك، هو المشهد المفروض ان المشهد مشهد ناس مبسوطه وكده. انا كل الكومنتس اللي جات لي عليه ان هم عيطوا في المشهد ده، مع ان انا وانا بتفرج على المشهد هو مبسوط بس من كتر ما الناس حاسه ببساطتهم، ان هي مجرد عيط، راحت حطت نفسها في انها ممكن تدفع 75,000 جنيه، وهو مجرد ما شاف الفلوس حس ان خلاص هو حياته اتنقلت نقله تانية. فهو المشهد يعني بيبين قد ايه هم بسطاء، وفي نفس الوقت هو يعني بيبين ان هو يعني هو ليه ساين تانية، ان هي رايحة بنية صافية جدا تدي له فلوسها، ما تعرفش انها بتدي له يعني بتموته، فاكرة هيركب الطيارة ويسافر معاه، هي عايزة تبسطه، ما تعرفش ان ده هيبقى يعني هيبقى اخر يوم يشتغل فيه في الارض دي، خلاص مش هيرجع تاني اصلا يعني. فدي فكرة مؤثرة، ويعني وهو الفرحة اللي هو يعني الفرحة اللي هو فرحها برضه بتعبر هو قد ايه هو مكبوت، او قد ايه هو نفسه في حاجه زي دي يعني. صح. هو برضه شايلين هم كتير. هي برضه انا عايزه اقول معلومه يعني مش عن المسلسل، انا عايزه اقول ان الشباب اللي بيحلم بالخارج، هو انت جربت هنا؟ انت ما جربتش يعني. احنا كلنا بنشتكي او معظمنا بان الناس مش عايزه تشتغل. جرب الاول في بلدك وكافح واتعب قبل ما تفكر تسافر. على فكره بره مرمطها برضه طبعا مرمطها، يعني احنا لما بنسافر بره بنشوف في مصريين بيشتغلوا اللي واقف بعربيه هوت دوج، يعني في ناس هيخزروهم في مزارع بتاعت العنب والكروم يعني انا بقول لك ويبهدلوهم يعني، ما هياش حلم. النهارده في مشروعات صغيره ومتوسطه، مجموعه شباب بيروحوا ياخدوا تمويل، وحتى المشاريع جاهزه، دراسه الجدوى جاهزه ليهم. على يعني فكره الغربه ليها ثمن، زي ما انا قلت له مش ده اللي امه ماتت وهو كان في الغربه معرفش ينزل يدفنها. مظبوط الغربه ليها ثمن، بس النداه يعني كانت ندهاه. ما هو طبيعي يعني الشباب كده متسرع. المشهد ده انه انت ولو على التعليم، لما قال لها وانا مش متعلم، قالت له على التعليم انت اللي هربت من التعليم. بالظبط. صح. انت كان ممكن تكمل تعليمك عادي. وكل ده بسبب خلفه كتير، بدون عقل، بدون منطق، بدون حسابات، بدون الناس يعني خلاص الحياه كلها باظت. يعني شال اكبر من كده. هي ان العيل يجي ورزقه معاه دي مع احترامي جمله غلط، ربنا قال لك اعقلها وتوكل. صحيح. يعني صحيح. يعني انت صحيح. توكل، فكر الاول. نعم. ازاي هنصرف، هنجيب، هنعمل. نعم.